أحيانا نلتزم الصمت، وهذا لا يعني بالضرورة أننا نقبل ما يقال لنا، بل هو صمت لإرضاء رغبة في داخلنا، لمعرفة الآخرين من جهة، واكتشاف خفايا أرواحهم وطريقة تفكيرهم من جهة ثانية. فالصمت أكثر حديثا وأكثر صدقا وألما من الكلام بحد ذاته، وأصعب صمت عندما تموت الكلمات في داخلنا، وأكثرها وجعا عندما ندرك أن الكلام مع البعض لن يغير أي شيء. وفي الصمت هيبة لا يعرفها الكثيرين، فالكلام كالدواء، كثيره سم وقليله شفاء.